مساء الخير. اليوم إن شاء الله حامل سوشي. طبعا طريقة السوشي بالتفصيل موجودة من 2016 في إنستغرامي، انزلوا لتحت كده لوصفات 2016 حتلاقوه، وكمان موجودة على اليوتيوب نزلتها. اليوم حسوي نوع تاني غير اللي أنا سويته من أول. اللي سويته أول كان بالروبيان الفريش بصوص التمبورة، كان عملت للروبيان استريتش، يعني خليته كده مفرود وقليته وعملت بيه السوشي، وكان كمان في نوع بالكرب عملته. دحين لا، هعمل سوشي أسهل من النوع اللي سويته أول. طيب أنا هنا عندي رز مصري، سلقته وتبلته بملعقتين من خل الأرز، دحين أوريكم شكل الخل. هنا عندي جبن شيدر قطعته طولي، شرايح طولية رفيعة، خيار، الجزر كده بشرته عشان تصير سخيفة، والخيار قطعته شرايح طولية رفيعة، وهنا أفوكادو. الخضار لك حرية الاختيار، حتى ممكن تضيفي مانجا، زي ما تحبي. أنا اخترت هذه الأربعة اليوم. لتغطية السوشي من الخارج هنا عندي بقسماط البانكو، حمصته، وعندي هنا سمسم، كافيار، اللونين البرتقالي والأسود. عندي هنا أصابع السمك الجاهزة بس قليتها، وعندي هنا روبيان مغلف بالبقسماط برضو جاهز بس قليته. هستخدم هذه النوعين لأنه صراحة أسهل وأسرع، وللي ما يحبوا الشغل الكتير ترى هذا أسهل لكم. طبعا ورق السوشي هذا اللي هو ورق النوري هو الأساس، تجيبي منه، وأنا هذا الورق أقصه كده بالمقص عشان يصير في اللف أسهل وتطلع حبات السوشي كده لوقة كده صغيرة، أحسن من إنك تلفيها بالحجم ده وتطلع ضخمة. وعندي هنا الحصيرة حقت لف السوشي، طبعا أنا حطيتها وسط نايلو، هذا النايلو ما أدري إيش اسمه بس أكيد عرفتوه، عشان يعني ما يلصق الرز في الخشب. المهم اللي ما عندها ده الكيس تلفه بنايلون الأطعمة. طريقة لف الحصيرة بنايلون الأطعمة موجودة في المقطع القديم اللي حتلاقوه في اليوتيوب، ححط لكم الرابط، موجود بالتفصيل. في زبدية حطيت كاسة موية عليها ملعقة كبيرة من خل الرز عشان أغمس يدي وأفرد الرز فوق ورق النوري، وعشان كمان لما أجي أقطع السوشي آخر شيء أبلبل السكينة بشوية من ده عشان ما تعذبني وقت التقطيع. دحين هذا ورق النوري عندي، الوجه الخشن أخليه على فوق، حبلبل يدي بشوية من خل الرز وأبدأ أفرد الرز فوق الورق. هذا النوع اللي أنا بسويه حخلي الرز على برا، فحفرد الرز على كامل الورق بس الأطراف كده حخليه من غير رز، لكن لو أنت تبي تخلي ورق النوري من برا يصير تفرد الرز نص، تخلي كده مسافة، لكن أنا لا حغطيه كله. هنا بعد ما فردت الرز بدي الطريقة ممكن تضيفي سمسم، ممكن شوفي هذا بقسماط زي كده. مع البقسماط مرة حطيت بهارات إيطالية طلع لذيذ، مرة حطيت شطة مجروشة برضو طلع لذيذ، حكبس عليه كده. هذا دحين كده بس بقسماط محمص من دون ولا شيء، وقلبت الورقة. بعد ما قلبت الورقة ححط الجزر والخيار، ححطه هنا في النص. تمام، هذه شرايح الجزر، وبعدين هنا عندي السمك قسمته زي كده بالنص، ودحين حبدأ ألف، حضغط بالطريقة، حضغط وألف. صار جاهز. دحين حبدأ أقطع، في كل مرة أجي أقطع فيها أبلبل السكينة زي كده بالخل الرز والموية وأقطع، لازم سكينتك تكون حادة، وحتى لو حادة تبلبليها زي كده. أنا قاعدة أبلبلها وأقطع. قطعناها وهذا صار شكلها.
هذه أول دفعة صارت جاهزة وحكمل باقي الدفعات معاكم. في الدفعة اللي قبل قلت لكم إذا تبغوا الرز يكون من جوا والورق هو اللي برا تتركوا مسافة، معليه المسافة ما تكون من هنا تكون من هنا، يعني انتي حتلفي كده حتخليه بس نص رز والنص ده ما تحطي فيه رز. لكن لو تبغى الرز زي ما انا سويته كده الرز يكون من برا حبة السوشي، خلاص افردي الرز كامل الورقة. هذه الدفعة هحط سمسم، المرة اللي فاتت حطيت بقسماط، هذه المرة سمسم. هقلب الورقة تمام. دحين هحط أفوكادو وجبنة وسمك. دحين حطيت هنا جبن وأفوكادو وسمك وحبدأ ألف زي قبل شوية، نضغط ونلف. صارت جاهزة، حقطعها بعد ما أقطعها أحط لها كافيار من فوق. هذه اللي بالسمك والكافيار صارت جاهزة، وزي كده تتفنني على كيفك، تزيني على كيفك، هو أهم شيء المكونات تجهزيها والباقي أنتي وشطارتك وإبداعك. دحين حسوي إلا بالجمبري، طبعا هذا الجمبري عندي زي كده مقلي الجاهز، ما حقدر أحطه هنا، مو زي لما الفريش انت تعملي له استرتش كده وتقدري تحشيه جوة السوشي. فأنا ححشي السوشي دحين بس بالخضار والجبن، وهذه أضيفها في الأخير حوريكم كيف أضيفها. دحين هنا حطيت رز وبقسماط زي المرة الماضية، لما زي قبل شوية يعني لما لفيت، حبدأ أرص الخضار والجبنة. حطيت الخضار، دحين أضغط وألف، أضغط وألف وأرجع لكم. بس هنا حطيت الخضار، لفيتها وصارت جاهزة. دحين حقطعها، بعد ما قطعتها شوفوا هذا كده سوشي بس بالخضار والجبنة. قلبتها يعني هي كده، أنا وقفتها. دحين هحط صوص، الصوص هذا أنا مسويته، الصوصات هذا عالم تاني، عالم تاني انتي وابداعك. يعني انا هذا الصوص ايش حطيت فيه؟ حطيت فيه نقطة زيت سمسم، وحطيت فيه مايونيز، سيراتشا صوص، شوية بافلو صوص، على شوية تتبيلة فرنسية، على بس هو ده، ولخبطته وصار عندي صوص. تقدري تحطي الصوصات اللي تبغيها، ولي في انتي وزوجك. هذا الصوص حكتب لكم هو اخر شيء. بعد ما حطيت الصوص وهي واقفة زي كده، حرص حبات الجمبري فوقها في الطريقة. وبس خلصنا. هذه كده حبة السوشي بالروبيان جاهزة، لذيذة بسيطة خفيفة، يعتبر يعني صراحة سهلة، هذه من الأنواع السهلة، أنواع السوشي السهلة، لأنه ده جاهز والسمك جاهز. تقدر تحطي بدل السمك كمان تونة تحط عصري عليه شوية ليمون، شوية مايونيز مثلا، وتحطي لها شطة مجروشة مثلا وتحشيها بدل السمك. فهذه لما يكون كده السمك والجمبري جاهز، هذا يخلي لك السوشي سهل. هذا النوع الأول اللي سويته، الترياكي صوص، حيطلع خطير معه. الترياكي صوص موجود في كل السوبر ماركتات جاهز، ما حطيت له ولا شيء، يعني ما فيش إضافات، هو الترياكي صوص مع دا يجنن. وده نفس الشيء ينفع ترياكي صوص وينفع صوص تاني، دحين أوريكم. هو كمان معاه مخلل زنجبيل، هذا مخلل زنجبيل حيطلع لذيذ معاه. ممكن تضيفي الوسابي بس أنا ما أبغى بصراحة، مرة حار ومو كتير أحبه. مخلل الزنجبيل معاهم ألذ. هذا هو الصوص، صوص صويا اسمه سيمبيو، اللي هو نوع من أنواع الصويا المالحة. أحطه في زبدية صغيرة دحين وأخذ وأغمس.
هذا كده السوشي صار جاهز. الصوصات عندي زي ما قلت لكم، ترياكي، الصوص اللي سويته، والسيمبيو. تغمسي وتاكلي وبالعافية.